وذكر حجاج خراسان خبر تمرد يحيى بن عبد الله الحسني ببلاد الديلم. كان يحيى بن عبد الله الحسني قد فر من العباسيين إلى بلاد الديلم، وهناك اشتدت شوكته وكثرت جموعه وأتاه الناس من الأمصار، فاغتم الخليفة هارون الرشيد لذلك وأرسل الفضل بن يحيى البرمكي في 50,000 ومعه كبار القادة وولاه جرجان وطورستان والري وغيرها. فكتب الفضل ليحيى بن عبد الله بالصلح كما كتب صاحب الديلم، وأرسل له 1,000 درهم ليسهل خروج يحيى بن عبد الله من البلاد. فأجاب يحيى إلى الصلح على أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه، فأجابه الرشيد إلى ذلك وسر به. وجاء يحيى مع الفضل إلى بغداد، فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأجرى له الأرزاق، لكن الرشيد عاد وحبسه إلى أن مات.